هاخد مداخلة مهمة مع الكابتن هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الألمونيوم. يا كابتن هشام أهلا بيك. اهلا بك يا استاذ امير، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ علاء عزت والاستاذ عمرو الدردين. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن يا هشام، ازاي حالك؟ ازي حضرتك استاذ علاء؟ الله يبارك فيك كابتن، اخبارك ايه؟ وحشني والله. الله يبارك فيك يا فندم، الله حبيبي يبارك فيك. تسلم، ربنا يخليك. هل بالفعل خلاص نادي الألمونيوم قرر الانسحاب من بطولة كأس مصر حال عدم خوض اللقاء في موعده امام النادي الاهلي؟ لا، هو مش قرار انسحاب، هو احنا يعني طبعا خضبنا اتحاد الكوره ان هو كان خاضبنا بتاريخ 7/5 المباراه مع النادي الاهلي يوم 29، وهتلعب بدون اللاعبين دور ال 32 بدون اللاعبين الدوليين. دي كانت صيغه الخطاب. اتفضل. نعم، دي كانت صيغه الخطاب يعني اللي جاي من الاتحاد. اوكي. الخطاب اللي ارسل بتاريخ 7/5 للنادي الالومنيوم، لان احنا طبعا احنا كدوري خلص عندنا 26/4 الدوري. خلص، فطبعا احنا قعدنا 16 بنستعد بدري. ولينا اكتر من شهر بنستعد لمباراه النادي الاهلي طبعا على اساس ان الميعاد يوم 29، وكنا بالظبط حجزنا الفنادق على اساس كنا مسافرين من يومين يعني. فوجئنا النهارده الخطاب ان التاجيل للمباراه، وبعد كده الخطاب بصيغته ان المباراه تاجلت في ميعاد يحدد فيما بعد. يعني ايه يحدد فيما بعد يعني؟ يعني بصراحة انا صح، يعني انا دلوقتي كفريق خلصت الدوري من بالظبط شهر بالظبط، وميعاد هيتحدد فيما بعد. طب انا يعني البرنامج اللي احطه للفرقه بتاعتي ايه؟ يعني يتمرنوا امتى ويتمرنوا ازاي أيوة واصرف قد ايه عليهم في فتره زي ما فيش كده في الكوره حضرتك مفيش. يعني طبعا مفيش طبعا مفيش يعني انت اديني ميعاد، لان خاصه ان احنا حاليا في الصعيد يا استاذ امير، يا كابتن علاء، يا استاذ عمرو، احنا حاليا الدوري ما خلص، ما فيش فرقه في الصعيد يعني، من الفيوم لاسوان ما فيش فرقه لعبها. يعني احنا انا قاعد معسكر بس في نجع حمادي بلعب تدريبات، والتدريبات دي طبعا مش هتعمل لي حاجه برضه، لازم في ماتشات ومش قادر اعمل ماتشات، اعملها مع مين؟ خلاص يعني عشان انا عشان اعمل ماتش رحت الاسبوع اللي فات، رحت بترول اسيوط، سافرت 400 كيلو في اليوم، حوالي 7 ساعات رايح جاي عشان اعمل مباراه، عشان تعمل مباراه وديه. مباراه ايوه عشان تسجل الاهلي، مش لاقي ده حد. انت ما تعملهاش احسن يا كابتن، يعني رايح جاي. هيلعب الاهلي، هيلعب الاهلي ازاي يعني؟ هيلعب الاهلي امتى؟ وانا هلاعب النادي الاهلي وهلاعب اي حد بالظبط. معلش طبعا. يعني لا طبعا. فطبعا ورغم ذلك خلاص حتى البترول مش هقدر العبه تاني، لان هو هيلعب مع فيوتشر يوم واحد بالظبط. يعني انا كنت هلعب معاه ماتشين مفيش. فانا دلوقتي عايز احدد هل الماتش امتى، عشان انا اعرف برضه انا اسرح اللعيبه، ادي اجازه، ادي يومين، ادي ثلاثه، ادي اسبوع حاجة صعبة على موسم جدا. جديد. يعني احنا هنا قاعدين فمش عارفين حاجه برضه، فما ينفعش الكلام ده، ده كلام مش في الكوره. طيب هل هيكون في تمسك بقرار الانسحاب ولا الموقف ايه بالظبط دلوقتي يا كابتن؟ والله حظ قرار الانسحاب ده قرار مجلس اداره، يعني هو مجلس اداره لو هو ما الاتحاد ما عدلهوش بالميعاد اكيد مش هيلعب، اكيد هينسحب، لانك انت هتلعب امتى؟ في تصور حضرتك الميعاد الانسب بيكون امتى؟ هو مفروض زي ما قالوا ان هو بعد الماتشين بتوع المنتخب ده، لان احنا بنتمرن ليه؟ النادي الاهلي لسه عنده ماتشات كتيره مؤجله في بالظبط الدوري، وعنده بطولات كتيره، لكن احنا ما عندناش حاجه، احنا بالظبط قاعدين بنتمرن عشان عايزين نلعب المباراه دي. فمفروض يحطها لي في اقرب ميعاد. هو مظبوط. قال اقرب ميعاد، قال المفروض هو من 12 ل 16. تمام، ده اذا ده اللي اتقال، لسه في دراسه للموقف من قبل اداره نادي الالومنيوم، مظبوط كده؟ نعم، لسه في دراسه للموقف يعني قبل اتخاذ القرار على ضوء الميعاد الجديد اللي هيحدده اتحاد الكوره، على حسب الميعاد اللي على ضوء هيحدده الميعاد هنقرر ايه بالظبط، هنعمل ايه على ضوء الميعاد الجديد يعني. الله يكون في عونكم بصراحه يا كابتن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الالمونيوم، بصراحه عنده حق 100